اللي اللي نشأ الفكرة دي في الأفلام كان علي إسماعيل وأندريا رايدر طبعا وفؤاد الظواهري. وفؤاد الظواهري اه طبعا. يعني فكانت يعني الفكرة إن ده يتنقل من الأفلام للمسلسلات، لأن الأغنية بتحكي حدوتة المسلسل في 3 أو 4 دقايق وهي اللي بتعيش. طيب خلينا نروح نبدأ مثلا هندندن ايه، نبدأ انا شايفاكم حاطين الشهد والدموع، فنبدأ من الشهد والدموع ونقول قصة الشهد والدموع، مين اللي عمل التتر؟ انت عايز استاذ تبدأ؟ كريم عايز اه احنا تبدأ ممكن بيه؟ نبتدي بحاجة. يعني انا بشوف ان المسلسلات في فترة الثمانينات كانت بتتكلم عن الحارة او الشارع المصري، فكانت متصنفة بالشكل ده. يعني كان الحاجات اللي ليها علاقة بالحارة المصرية كان دايما متخصص فيها او شاطر فيها قوي ياسر عبد الرحمن وعمار الشريه الله يرحمه. وكان دايما المزيكات اللي راحها ناحية الحتة الارستقراطية شوية زي هوانم جاردن سيتي كان راجح داود، طبعا او نروح للحاجات اللي فيها حب زي اللقاء التاني عمر طبعا خيرت. طبعا فانا شايف ان دي اهم محطات كان فيها الموسيقى التصويرية والتترات بتاعت المسلسلات اللي قعدت تربينا عليها وعايشة في وجداننا طبعا. ولحد دلوقتي كلنا حافظينها هو ومذاكرينها. الحقيقة احنا علشان نبقى منصفين، هي التترات كتيرة طبعا ويعني طبعا كتيرة، ما كتيرة نقدرش كتيرة، نقول بس في مين عندنا أسماء مرتبطة بكلمة التتر، في بالظبط أسماء زي الحلمية مثلا، زي ليالي زي ليالي الحلمية. يعني الحلمية الحلمية دلوقتي مثلا بيتغنى التتر لوحده طبعا. خلاص، وانت يمكن الحلمية عشان ارتبطت كمان ب5 سنوات بالشخصية المصرية، فكانت البداية وهي التفكير القصة كان ملحمية، الرواية نفسها في الأصل ملحمية بتتولى تاريخ مصر من عبد الناصر مرورا بالسادات وصولا يعني أكتر من 60 أو 70 سنة، عدة أجيال بتتناول الحارة المصرية من أيام البشوات، من أيام بالظبط الملك كمان يعني بالظبط. مرورا بالستين 70 سنة. خلينا نقرا كده شويه، يعني ماذا كتب شاعرنا العظيم سيد حجاب. سيد حجاب، لانه الحقيقه الكتابه كانت كمان شبه مصر، يعني مثلا ما يقول منين بيجي الشجن، بيجي الشجن من اختلاف الزمن، يعني هو حتى بادئ التتر بسؤال، ولا ايه يا استاذ طبعا ريحان؟ طبعا. ما هو عشان دايما دي بنسميها الاسئله الاستهلاليه. انا بلفت انتباهك دايما، حتى لما بنشرح محاضرات للطلبه بنقول ان السؤال الاستهلالي هو ده اللي بيلفت، ابدا على طول منين بيجي الشجن، فالناس منتظره الاجابه فيكررها تاني، يجاوب هو من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من ائتلاف الهوى، واللعب بقى ايوه، واللعبه ما بين صوت بالمترادفات فنان محمد الحلو والمجموعه طبعا كانهم هم طبعا. بيردوا عليه، ومنين بيجي السواد من الطمع والعناد، هنا بدا يحكي القصه يعني، ومنين بيجي الرضا من الايمان بالقضاء، بالقضاء وما قالش بالقضاء بالقضاء لانه كان بيوزن. ايوه سيد حجاب كان شغال تفعيله، يعني سيد حجاب ما علم البخور كتبه، والقوافي والعروض ده ما كتبه بالعاميه كان مقفي وعروض وينتمي الى بحر. ولكن كانت لغه، حتى وان كانت عاميه كانت لغه راقيه من انكسار الروح في طبعا دوح في دوح. الوطن. مين كلمه دلوقتي دوح دي ممكن ما حدش يدوح الوطن بيستخدمها، بالظبط؟